هذه هي طلائع الحرية ما كان والو منهم الأحزاب يعني المستعملة من طرف السلطة الاستعمارية. هذه الأحزاب طلائع الحريات جيل جديد اليو سي بي قاع 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 هذو كل أحزاب استعمل فيهم السلطة من أجل المسرحية السياسية العامة في الجزائر لإظهار نوع من قال احنا في الجزائر عندنا نوعا ما كما نقولوا احنا كاين مناخ سياسي كاين حرية سياسية كاين أحزاب نتاع معارضة كاين أحزاب موالاة اكسترا كما في الدول يعني المتقدمة. لكن حقيقة الأمر هذه الأحزاب كاملة تخدم تحت السلطة الاستعمارية في الجزائر تخدم تحت يدين المافيا صافي قاعدوا توجور في الميزون سان اوني توجور في المسرحية في التهريج. هذه دولة المهرجين دولة الرشوة هذو ناس مهرجين والأحزاب السياسية مهرجين كانت طلائع الحريات أم الأحزاب الحزيبات الأخرى هذيك المجهارية كما نقولها أنا أم الآليات السياسية كما لارندي ولا فعلان لأن الحكومة حاليا أرندي وأفعلان مالغري ما سيبا ديكلاري أوفيسيال مو ميصالي لو بارلمان كيف كيف مادام يتعاملوا مع البرلمان وهذا تبون نتاعهم يحكي على البرلمان ويحكي على قوانين ويطرحها على البرلمان يعني مسرحية ركيكة سي فولي سي اون بياس تياترال جوي مي دون مانيير ميديوكر صادير ميم باطل ما تفرجهاش الفوريان دو تو سي دي كوميك سي دي موان كو ريان سي دي زامبيسيل كي فون ان شو مي مازالو ما فهموش بلي الشارع والشعب الجزائري درجة الوعي نتاعو اعلى من درجة الغباء نتاعهم هما يعني لو بوبل اي بلوز انتيليجون كسات بوند دامبيسيل كي او بوفوار La seule différence, pourquoi le peuple n'accède pas au pouvoir ? Parce que le peuple n'est pas organisé. يعني علاش الشعب رغم الذكاء العام للمجتمع الجزائري اللي هو أعلى درجة من غباء هذه الجهلة اللي في الحكم أنهم هما متنظمين والشعب ما عندوش تنظيم معين. كاين وعي كاين يقظة سياسية كاين هبة سياسية كاين هبة ثورية لكن ما كانش وعي. وهذا هو النقطة اللي النظام يستعمل فيها التعسف يستعمل فيها القمع باش يقضي على كل يعني طبقة سياسية يمكن أنها تبرز من أوساط المجتمع. c'est-à-dire le pouvoir utilise tous les moyens répressifs pour qu'il ne puisse pas y avoir une élite politique qui se dégage de ce qu'on appelle la révolte populaire ou du peuple révolté. c'est pourquoi إحنا نعاودو نولي ومانيش حنسكت عليها. جاء الوقت أن الجالية الجزائرية الجزائريين الخارج يلعبوا الدور نتاعهم لتحرير الجزائريين الداخل وجزائريين الداخل يلعبوا الدور نتاعهم لتحرير الجيش الوطني الشعبي وهكا تحرر الجزائر. يعني علاقة متعدية درجة بدرجة. احنا عندنا حرية علينا احنا نقوموا بالنضال السياسي الدبلوماسي الحقيقي الإعلامي باش نحرروا البلاد نتاعنا والشعب نتاعنا. الشعب نتاعنا كي يتحرر يحرر المؤسسات السيادية. كي تحرر المؤسسات السيادية تقطع رؤوس الفتنة ورؤوس الخيانة. c'est-à-dire c'est aux Algériens étrangers de libérer les Algériens intérieurs qui eux-mêmes vont libérer l'armée nationale populaire et décapiter ce qu'on appelle la bande de traîtres scélérats qui dirige le pouvoir en Algérie. C'est ça. Nous avons une autre question. Le Barah حبوا يريغيلازيو la presse électronique. Bon. شوفوا قضية لا ريغولاريزاسيون دو لا بريس الكترونيك باش نفهموا الشعب. الصحافة تاع الإذاعات هذيك التلفزيونات شارينها وغالقين عليها. الصحافة المكتوبة كيف كيف قاتلهم الصحافة الإلكترونية. دونك هذه رشوة للصحافة الإلكترونية. علاش؟ باسكو زون بريسيزي بلي الصحافة الإلكترونية راحين يعطيوها الإشهار نتاع الدولة. دونك راحين يعطيوها دراهم باش الشعب يفهم الجرائد هذو اللي تشوفوا فيها عايشة بالإشهار تاع الدولة. اللي يرضاو عليه يعطيوه ربع باجات اللي يرضاو عليه شوية يعطيوه ان كار دو باج واللي ما يرضاوش عليه ما يعطيوه والو. حبوا يلعبوا نفس الدور مع الصحافة الإلكترونية. حبوا يشريوا الصحافة الإلكترونية. صح تقدروا تشريوا الصحافة الإلكترونية سي نورمال كيما جريدة التياسات الإلكترونية ولا فيها حميد جرين. حميد جرين هذا كان وزير في حكومة بوتفليقة نحاولوا الصروال في الايروبور تاع فرنسا وفتشوه هو وزير. لكن
صحافة اللي زي هذه الإلكترونية. الشعب أصلاً ما يسمع لهاش. ونص الصحافة الإلكترونية حالياً فيك نيوز. يعني أنباء مغلوطة. خرافة ميكي وبوبي. دونك هاد الناس تبونوا صحابه. سي دي شيان. حاطين رواحهم فاهمين. والله العظيم بغال. أيوة شعب جزائري هادو حمرا مستنفرة فرت من قصوارة. صدق الله العظيم. هذه آية في القرآن. هاد الناس لاعبينها فاهمين. فاهمين والو. ما كان والو. جست الشعب الطائر ما عندوش تنظيم سياسي. نهار يكون عنده تنظيم سياسي. الناس هادو نرحوهم. سياسيا نرحوهم. دوليا نرحوهم. نرحوهم على كل المستويات. فقط. جسمه. كاين الناس طرحوا علينا سؤال. قال لك انتوما الكريات تقولوا اون في اون لوت اون فافير اون اوفنسيف مع لي كومباني ملتي ناسيونال كي ترافاي اون الجيري اكسترا. ايكونوميكمون راح الجزائر تتهلك. ايها الشعب الجزائري. اولا الشركات المتعددة الجنسيات اللي تعمل في الجزائر حتى من الدراهم اللي تمد فيهم يديو فيهم هاد المافيا يسرقوا فيهم. ماشي الشعب اللي يستفاد منهم. دونك حنا التأثير نتاعنا راح يكون على الشركات المتعددة الجنسيات سو لو ملتي ناسيونال اي سور لا مافيا كي ديريج لالجيري، مي ماشي على الشعب الجزائري، لانه الشعب غير مستفيد خلاص. الشعب الجزائري محقور. انا شفت ان بوست في الفيسبوك قالوا شنو عندهم الكورونا فيروس وحنا عندنا الحقره فيروس، تهميش فيروس، تفقير فيروس، كلش فيروس. كيما قالوا حقرونا فيروس، فقرونا فيروس، كرهونا فيروس، هبلونا فيروس. او فات سي سا. ونزيد نقول لكم حاجه، ان بابل كي ا دو لومور اي ان بابل تريز انتيليجون. شعب اللي عنده كيما نقولوا حنا الكوميديا ويحول الاشياء اللي عندها يعني كيما نقولوا حنا فيها خطر وفيها كذا طريقه كوميديا يعتبر شعب ذكي. شعب ذكي جدا. وسمعنا لي سلوغون تاع الشباب، دراهم الشعب، دراهم الفقراء، هذا التفول نتاعهم والناس اللي معاه يتبرعوا بهم باش يعملوا لنفسهم شرعيه دوليه، لكن لن تنالوها ابدا مادام الشعب في الشارع. ما تكونش عندكم شرعيه. بصح لازم الشعب يتنظم، لازم الشعب يتهيكل باش نقضيو على هذه المافيا. وكي نقولوا يتهيكل، ثم كملوا في التعبئه علينا احنا جزائريين الخارج، نديروها معركه، معركه تاع جيشين، جيش الداخل يكمل في التعبئه والتظاهرات، جيش الخارج تنظيم والضغط الدولي، سوف ننتصر. يعني اتجاهين، قوتين ضد مافيا واحدة. احنا من الخارج نديروا ضغوطات ونلبوا اموال ونستعملوا الميديا ونستعملوا الضغط بكل المواصفات. اون كري اون فورس ان لوبي على الانترناسيونال ميدياتيك فينانسيي بوليتيك. انتوما و كونتينيي ا كري اون بريسيون انترن اون باراليزون اون ماكسيموم ce qu'on appelle communément l'État algérien. Dans ces cas-là, on va œuvrer comme deux forces parallèles. On va écraser cette bande dominante.